عمال النظافة وبمساعدة عدد من تجار سوق كسبراتا بمدينة طنجة ينظفون الفوضى التي خلفها الحريق الذي نشب في هذه السوق قبل نحو 24 ساعة. حريق أتى على مستودعات ومحلات تجارية ولم يترك وراءه سوى السواد والدمار. ما حدث وقع في ظرف ساعات قليلة، لكنه أفقد كثيرين سلعهم التي يكسبون منها قوتهم اليومي. هؤلاء المتضررون يطالبون بعد هذا الحادث بإعادة هيكلة هذه السوق وبنائها من جديد. علاش ما يكونوش حنايا تاعنا؟ نكونوا يعني عندنا الواجبات ديالنا، نخلصوا الضرائب ديالنا، نكونوا نبنيو، نكونوا يعني تاعنا مواطن كامل الصلاحية. دابا حنا كنحسوا براسنا ناقصين ومهدين دائما بالعافيه. كنطلبوا اعاده الهيكل. هذا الشيء ماشي قانوني. خصنا نبنيو، خصنا نشوفوا خصنا نشوفوا الحق ديال هذا الشيء. هذا ماشي حق، هذا راه ظلم. ملايين ديال الناس هنايا واكله وشاربه من هذا الشيء، هذا من هذا السوق هذا. حتى الطريق كتكون مضيقه، حتى السلطات ما كيجبروش مين يدخلوا، مين فهمتي كيزيروها، ومع ديك الجهه ديال الحداده اللي عاود كل شيء اللي جا المطار بومبيروس كيجيو وما كيجبروا ما يدخلوا. بعد هذه الخسائر عقد ممثلو تجار السوق اجتماعا للوقوف على حجم خسائرهم الماديه، اضافه الى التفكير في المرحله المقبله، خصوصا وان هذه الفتره تعتبر من اكثر الاوقات رواجا لهؤلاء التجار. الناس اللي هما مضرين وما عندهمش شاد ولادهم، يعني على الاقل كل واحد يرجع للمكان ديالو ويكسب القد كما عطى الله، لان ما جي المواسم، ما جي دخول مدرسي، ما جي العيد كبير، ما جي كذا. إن المشروع ديالنا رحنا ماشيين فيه، المفاوضات ديالنا رحنا ماشيين فيها، اعداد كيلة رحنا ماشيين فيها. قلنا الاجتماع ديالنا عملنا بان دابا حيت حنا دابا كاينه الناس راه ما عندهاش، الا ما باعتش في النار ما عندها ما تاكل، منا كل واحد يرجع المحل ديالو غير يديباني ديباني ما يقتات اليوم ديالو. انت كتعرف دابا داخل العيد كبير، داخل ديال المدرسه، وحنا اصلا هذا حنا خصنا حنا مع هذا الاصلاح مع طنجه الكبرى، ولكن خصنا شي حاجه في اقرب وقت. الحريق نشب مساء الاحد الماضي ولاسباب ما تزال مجهوله حتى الان، ولم يسفر عن سقوط ضحايا، لكنه تسبب في احتراق حوالي 240 محل بشكل تام من أصل أزيد من 500 محل تجاري لبيع المتلاشيات والأثاث. والرياح القوية التي كانت تهب على المنطقة ساهمت في الانتشار السريع للنيران في هذه السوق.